بحضور السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، تم اليوم بالرباط توقيع اتفاقية شراكة من أجل توطين المجموعة الألمانية بولهوف الرائدة في صناعة الطيران بمنطقة التسريع الصناعي أميد بارك بالدار البيضاء، بين كل من السيد حميد بن إبراهيم الأندلسي رئيس التجمع الصناعي ميد بارك والسيد مايكل وولفغانغ بولهوف الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة بولهوف، وذلك بهدف إنشاء وحدة لصناعة أدوات التثبيت المخصصة لقطاعي الطيران والسيارات. اليوم لأول مرة كنستقطبوا مصنع ألماني في المنظومة الصناعية ديال صناعة الطيران في بلادنا، هذا في إطار أولا تنويع الشركاء ديالنا والارتقاء بالمنظومة الصناعية ديال بلادنا طبقا للتوجيهات الملكية السامية. هذا المستثمر كيصنع مواد ديال ولا قطاع ديال التثبيت في صناعة الطيران ديال الطائرات وديال السيارات أيضا، وهذا منتوج اللي كنجيبوه أو أيضا لأول مرة في بلادنا، وهذا افتخار بالنسبة لنا، وهذا تطبيقا لتوجيهات الملكية السامية من أجل تقوية السيادة الصناعية ديال بلادنا. بموجب هذا العقد سيخصص لبولهوف عقار على مساحة إجمالية تصل لـ2000 متر مربع، مع إمكانية تمديد المشروع في مرحلة ثانية، وذلك في إطار جهود المملكة لتنويع شركائها الاستراتيجيين في منظومتي صناعة الطيران وصناعة السيارات بهدف تعزيز جاذبية المنصة الصناعية المغربية والرفع من فرص العمل الموجهة للشباب.